فرحان جدا بوجودي مع حضرتك الدكتور اشرف والدكتور محمد ومع الزملاء المدرسين المساعدين المدرسين واساتذتنا طبعا. هنتكلم دلوقتي على النيورو ماسكولار ريهابليتيشن بوست اي سي نيورو ريستراكشر في الثبات او الاستابيليتي اوف ذا جوينتس. لها بيراميد زي الايفيدنس بيس كده تتكون من قاعده هي الباسيف كومبوننت اكتف كومبوننت موتور كنترول. الباسيف كومبوننت اوف ستابيليتي از بوني كونفيجريشنز والمينسكاي والكبسول والليجمنتس. احنا النهارده هنتكلم عن الستابيليتي بتاع الاس ال والبول بتاع الاس ال وده اتعرض متفصل بشكل او اخر انتروميديال باندل او فيرتيكال بارز بتاعته ودي مسؤول عن الاي دي ستابيليتي والبوست لاترال باندل مسؤول عن الروتيتري ستابيليتي. ده كاس ال الاثنين مينسكاي والمينسكاس والفانكشن بتاعته في الستابيليتي اتغطت في السيشنز الاولانيه. يبقى النقطه الثانيه الاكتف كومبوننت اللي مسؤوله عن الستابيليتي هي عباره عن الهامسترنج والكوادريسبس لوكال. اما جلوبال يهمني الهيب اكستنسورز ابداكتورز اكسترنال روتيتورز. على مستوى الانكل يهمني السوبينيتورز اللي هم البانتر انفيرجن ابداكتورز. دول من ضمن الكومبوننت لانهم لهم دور كبير جدا في الاكسترنال روتيشن بتاع التيبيا والاكسترنال روتيشن بتاع التيبيا السوبينيشن اكسترنال روتيت. وانا يهمني عشان احصل لوكال ميكانيزم اثناء الجيب ان يحصل اكسترنال روتيشن تيبيا انترنال روتيشن فيمر. ده اللوكال ميكانيزم بتاع الني. فانا عشان اهدي العيان او اعمل رهاب للعيان واضمن دايناميك ستابلايزرز لازم اشتغل على الانكل والفوت عشان نقطه الديبيت بتاعت البرونيال تندز والقصه دي. النقطه الثانيه اشتغل على الانكل واشتغل على الهيب ثم الني. طب انا لما اشتغل هامسترنج ولا كوادريسبس مع الاس ال؟ الهامسترنج اهم من الكوادريسبس في الاس ال لان الهامسترنج هي الاجنوس في اس ال. المفروض الني لما كنا بنتكلم في الميكانكس الصبح ان الستيريال بلاتو كونكافيتي والميديا مناسكس كونكيف السيرال كوندايل تيبيال بلاتو لاترال كونفكس والمنسكاي لاترال مناسكس كونكافيتي. فالاثنين منسكاي بيعمل كونكافيتي اوف ذا تيبيا. الكونكافيتي يبقى لما نتكلم ارثروكينيماتكس يبقى التيبيا او الني بتتحرك كونكيف على كونفكس التيبيا على الفيمر فتبقى كونكيف على كونفكس الجلايدنج والرولينج كانتر ارتكولار جوينت موشن ان ذا سيم دايركشن. فانا لو بشتغل مع الاي سي ال اوبن كينيماتك شيل في اول مرحله اول 6 اسابيع ابسولوتلي كونترا انديكيت اني اوبن كينيماتك شيل. ولكن بعد الاسبوع السادس انا اقدر اعمل اوبن كينيماتك في الزاويه اللي هي من 90 لحد 30 او 60 لان بعد مرحله معينه الترانسولاتي والروتود الفورس والريزولوشن بتاع الفورس بتاعت الكويتس بتختلف. لكن مسموح لي اعمل اوبن كينيماتك هامسترنج يعني فليكشن اوبن كينيماتك مفيش مشكله. ده كديناميك ستابلايزر. بعد كده بوصل لمرحله اسمها الموتور كنترول والكوردينيشن بتوين الافرنت اللي رايح والافرنت اللي جاي وعليه بيكون انا وصلت ده للفانكشن او السكيلز. انا بقول باربع مراحل في الرهاب بتاعي مع اي عيان بوست اوب. واحد البيز لاين او موبيليتي ان انا جين موبيليتي ان المفصل يتحرك. اثنين الرينج اوف موشن زي ما كان الدكتور اشرف بيقول دلوقتي الرينج اوف موشن اهم. الرينج اوف موشن اهم عشان الارثو فيبروزس دي اللي هي الموبيليتي. فاي حاجه في النيورو ماسكولار الرهاب رقم واحد الموبيليتي ان انا جين المفصل يتحرك. الموبيليتي هكسب بها حاجتين. هكسب بها ان انا منعت الارثو فيبروزس وهكسب بها النقطه الثانيه هجين نقطه ثانيه ان انا هماكسمايز الافرنت اللي رايح اللي هو بعمل ستريتش على الليجمنتس والكبسول والبروبوسيبت ريسبتورز اللي موجوده اراوند الجوينتس هتبعت افرنت للسي ان اس هيجي لها افرنت. فانا الافرنت راح هيجي له افرنت هماكسمايز الافرنت اللي جاي ودي هيبقى التارجت بتاعي في المرحله الثانيه ان هماكسمايز الافرنت. في المرحله الاولى اللي هي البروبوسيبشن هي البيز لاين بروبوسيبشن اند كينيسيزيا انا بماكسمايز الافرنت يعني بضمن افرنت رايح كويس. القصه مش المفصل يفرد بيتني الفرد والتاني ان انا ابعت ريسبتورز او ستيميليشنز السنترال نيرف سيستم يعرف ان المكان ده بيتحرك وبيتحرك صح فيجي له افرنت مناسب للمصل فالمصل يتاكد. ماكسمايزنج الافرنت ده الموبيليتي الحركه. ماكسمايزنج الافرنت وعلى حسب الافرنت اللي رايح هيكون الافرنت اللي جاي وده التارجت بتاعي في المرحله الثانيه. المرحله الاولى في عيان الاس ال 0 داي 2 ويكس او الاسبوعين. المرحله الثانيه الاستابيليتي من الاسبوع الثالث لحد الثامن. المرحله الثالثه بتبدا اللي هي كنترول موبيليتي تبدا من الاسبوع ال 13 لحد 4 شهور لحد 16 اسبوع. المرحله الاخيره اللي هي السكيلز دي بتبدا من الشهر الرابع الى 4 شهور او 16 اسبوع لحد 24 اسبوع 6 شهور. هيبقى احنا بنتكلم كلينيكال بروتوكول كريتيكال بوينتس كلينيكال كونسبت. البروتوكول ار ايفالويشن بيست يعني انا ما ينفعش مش كل البروتوكولات هتنفع لكل عيان يعني مش كل العيان هتعمل نفس الحاجه. كل عيان حاله قايمه بذاتها. هيعتمد ده على ايه؟ واحد اناتومي
يعني لما اتعامل مع عيان فيرا منين زي ما اتعامل مع عيان فالجا منين؟ لا الفيرا منين لو هو هل ماسيف فيرا ومحتاج كوريكشن وتعمل استيوتمي وانا هشتغل معاه بوست اوبراتيف وهو عامل استيوتمي وعامل اس ال، ولا فيرم مقبول وفي الحاله دي الفيرم اللي هو الاكسبتد وانا بتعامل معاه كاناتومي وانا بتعامل معاه اي هاد تو كونسيدر ايه؟ البوست لاترال كورنا الحته بتاعت الاي تي بالبات بالجلد السيبيركي بالقصه دي والفلكسبيليتي بتاعتها عشان اضمن اللوكينج ميكانيزم واذكرهم الميكانيزم بتاع النيه فاضمن اللوكينج والتايتنس او الفلكسبيليتي بتاعت الكاف ماسلز لازم اكونسيدر. طب لو هو فالجا منيه الوضع مختلف، لو فالجا منيه هشتغل على البانتر فليكسوس بشكل عنيف جدا عشان اظبط التيبياليزم والسيرو واظبط الاكسترنال شيب بتاع التيبيا واظبط الاكسترنال شيب بتاع التيب فيمر وابدا اشتغل على هيب ابداكتورز والاكسترنال روتيتورز اكتر من النيه نفسها. ده كله بيكونسيدر كاناتومي مبدئيا. طب فيسيولوجي، الفيسيولوجي ان انا احترم الهيلينج بروسيس، يعني انا لما بنشئ اوبن كينيماتيك شيل والجراف متاخد والطانل الجراف نوت هيلد ان ذا تانلز، يعني لو عملت اوبن كينيماتيك اوبن كينيماتيك من في اي زاويه ايا كان اوبن كينيماتيك اكستنشن في اول 6 اسابيع ده ممكن وارد ان يعمل مايكرو موشن على الجراف بتاع حضرتك جوه التانل فيبقى الهيلينج نوت فايبر نوت فايبر كارتريج بس مش فايبر تيشو، يعني عين هيهيل وهيبقى كويس وممكن بعد شويه ينزل الملعب خلاص والقصه كانت خطا عندي انا بدات اوبن كينيماتيك. لكن انا لو بدات اوبن كينيماتيك بعد 6 اسابيع ان هو زي فكره الكلينيكال يونيون او حسب نوع الجراف نفسه هو بون بون ولا بون سوفت ولا سوفت سوفت، يعني كوادريسيبس تندون غير الباتيلا تندون غير الهامسترنج غير البرونيان. لو برونيان او هامسترنج انا مش هبدا بس 6 اسابيع اي اوبن كينيماتيك شامل. لو بون بون انا ممكن ابدا اوبن كينيماتيك اكستنشن 90 60 بعد 4 اسابيع. طب لو هو بون سوفت يعني كوادريسيبس تندونز ممكن ابدا اوبن كينيماتيك بعد 5 اسابيع، فبتختلف على حسب ده الفيسيولوجي على حسب الهيلينج. النقطة الثانية وأنا بشتغل هو معاه منسكي ريبير، طب أنا لما يكون معاه منسكي ريبير أو أوستيوكوندرال ليجنز همشي نفس البروتوكول بتاعي زي عيان أزوريت إس إل؟ لا هيبقى في اختلاف طبعا. لو عيان معاه منسكي ريبير أنا هحترم الهيلينج بتاع المنسكس، يعني لو عيان إس إل زيرو إكستنشن 90 فليكشن المفروض وزن 8 أسابيع يكون 125 فليكشن. لو عيان معاه منسكي ريبير انا ممكن لو ميديا المنسكس مع الديجيت ميديا المنسكس مش هعدي 90 قبل 6 اسابيع رغم ان لو هو اس ال ممكن اعدي 90 واوصل 120. لو عيان لا حتى لو هو يقدر مش هخليه اعملها. لو عيان لاترال منسكس مش هعدي 90 فليكشن رينج اوف موشن قبل شهر لي 3 يعني المنسكس ده مس الانجري بتاعه فين؟ في الفليكشن اكتر دلوقتي الفليكشن الهارد افكت عليه هو موبايل اكتر وبيتحرك اكتر بوستيرو. ده كلها دول هاد تو كونسيدر دي كلها فيسيولوجي واحترم الفيسيولوجي بتاع مين؟ بتاع الويك هيلينج اللي بيهيل ابطا مش اللي بيهيل اسرع. النقطه الثانيه اخطر ستيج في الاي سي ال يعني لما نمشي مع الجراف نفسه والسيكنس بتاعه في اول اسبوعين ثلاثه بحوالي 107% من السترينث بتاع النكست جراف يبدا يقل 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 لحد لما يوصل عند الاسبوع التاسع حوالي 57% كتنسايل فورس من الجراف الاصلي ويبدا يرجين ثاني السترينث بتاعه عن 3 شهور يوصل 87% اللي هي مرحله الليجمنتيزيشنز ويكون ضمنت هيلينج اوف ذا جرافت كومبليتلي ان ذا تانلز والجرافت نفسه بتاع الاي سي ال هيل ان ذا تانل وتحور وحصل له انجيوجينيسيس وليجمنتيزيشنز وريفاسكولاريزيشنز وميكانيكال بروبابيلتيز من تندون ميكانيكال بروبابيلتيز الى ليجمنتس ميكانيك معقول تو ذا رود والتنشن اللي اتحط عليه. فعشان كده اقدر اعمل اوبن كينيماتيك 30 0 اوبن كينيماتيك 90 0 90 لحد الزيرو بعد 3 شهور. ممكن اعمل كلوز كينيماتيك حسب بقى الكلوز كينيماتيك هو العيان ده عامل عمليه نوعها ايه. لو معاه منسك ريبير ابسولوتلي كونتر انديكيتد ان انا اعمل سكواتس اعمل كلوز كينيتيك ايزومتري كلوز كينيتيك بالليج بريس ده كله مسموح بيه. فده الفاكتورز اللي بتقول لي انا اعمل اي امشي ازاي. طب العيان ده يحمل ولا ما يحملش والكلام ده كله هنتكلم عنه دلوقتي. Worst should be avoided يعني انا ما اتكلمش في accelerated او accelerated protocol او aggressive protocol. لا احنا هنمشي functional and physiological هنحترم الفيسيولوجي والفيسيولوجي تايم لان كل حاجه بتهيل بوقت محدد ومعروف. الفايبر كارت بيهيل ازاي المنسكس بيهيل ازاي البون معروف بيهيل ازاي وزن تايم فاكتورز فالفيسيولوجي تايم. اما الفانكشنال او البايوميكانيكس فانكشن تعني بايوميكانيكس تعني القدره وان انا يكون عندي احقق الاهداف بتاعتي في فيز عشان اتنقل منها من فيز لفيز. يعني انا حققت الاهداف بتاعتي بتاعت المرحله الاولى فيز 1 ان انا جين زيرو اكستنشن 90 فليكشن. طب العيان جالي بعد شهر
خلاص فيسيولوجيكلي عدى المرحله دي. لو قدرت اجيني زيرو اكستنشن سايب فيكشن في اول جلسه، ثاني جلسه هدخل فيس 2. طب هو عندي جالي بعد شهر او شهر ونص ومش جايب زيرو اكستنشن ومش جايب 90 فيكشن، انا واقف في المرحله دي لحد لما احقق الهدف في المرحله دي عشان ابقى ايه؟ ابقى وصلت فانكشن. اما فيسيولوجيكلي هو عدى. طب لو جالي داي 1 بوست اوب بوست اوبرت وحققت زيرو اكستنشن 90 فيكشن في اول اسبوع، هقف مكاني فيز لحد لما يعدي الاسبوعين وبدخل في الاهداف الفيز الثانيه بتاعه الفيز. الجول بتاعتنا ان احنا الرجلين نورمال ني ستابيليتي كنترول، عشان اجيب ستابيليتي لازم اجيب موبيليتي كويس والسلوكينج زيرو اكستنشن والباتيلر موبيليتي واللوك ميكانيزم اوف ذا ني. ثم بعد ذلك ده الاصل الكنترول البين والبين الارثوجينيك بين لو عندي كرونيك اس ال فتره طويله او عم يشوت داون او ده كله، او مع اوستيوكوندرال ليجنز وعنده بين او عامل منسك الريبير او هاي استيوتومي حسب، او عامل لاترال اليوتيبال بانتروديزز، كل واحد ليه الكونسيدريشن بتاعته في الريهاب مش كله زي بعضه. رجال نورمال ني رينج اوف موشن ريستور نورمال جيت عين الاس ال من ضمن الكلينيكال اسسمنت بتاعه ان هو اصلا في الجيت بتاعته قبل العمليه وماشي نتيجه البيت المين الكوادريسبس هي ترانسلات هي بتعمل جيفنج واي من ضمن الاسباب بتاعتها مع اليوتيبال بانت عشان الاس ال مش موجود كروتاتري فبيحصل روتاتري جيفنج واي. لو انا النهارده العيان ده عشان يافويد ده بيمشي بحاجه اسمها كوادريسبس افويدنس ايه؟ يعني الاس ال مش هيدخل عليك العياده حضرتك وماشي بهيل سترايك، لا هيمشي على بيدخل على الميد ستانس على طول، وده الاحد الاسباب اللي بنشوفها بعد العمليات. يجي العيان اس ال كرونيك اس ال وقعد سنه ونص او سنتين اس ال والكوادريسبس احنا عمالين نشتغل عليها كعلاج طبيعي وما مش قادر تستجيب، هي مش قادر تستجيب لان ده نيورال كومبوننت لانها شات داون على مدار سنه ونص، الهامسترنج شغاله اوفر اكتف كونتراكشن اجنوس انهبيشن انتاجنوس، كل ما الهامسترنج تشتغل الكوادريسبس ما تشتغلش، والكوادريسبس واخد اوردر انها ما تشتغلش لانها لو اشتغلت في اللاست ديجري اكستنشن هيحصل الجيفنج ويز اللي بيفوت شيفت زي ما بيحصل بالظبط، لان مفيش حاجه تقاد فتحصل البلوكنج ميكانيزم، التيبيا هتروتيت انترنال، التيبيا هتروتيت اكسترنال، والفيمر هتروتيت انترنال، يحصل روتيت جيفنج واي اللي هو فكره الليفوت شيفت. اللي بيمنع ده ان العين يصلح من الجيت بتاعته ويمشي بحاجه اسمها كوادريسبس افويدنس جيت. ده هيترتب عليه ان انا هيبقى عندي شوت داون، يعني الكوادريسبس مفيش ايفر الايفرنت اللي جاي لها والاوردر النيورال اللي جاي لها هيبقى اقل. النقطه الثانيه لما نبص على النيرف سبلاي او الانرفيشن بتاع الاس ال هو جاي من جسم التيبيا، فبالتالي هو كبروبروسبتيف مرتبط بالهامسترنج، كبروبروسبتيف مرتبط بالهامسترنج، فلو عندي ديفكت اس ال الهامسترنج هتبقى اوفر اكتف، يعني جاست انا بلاقي العيان وبصيت عليه ممكن من الاكتيفيشن بتاع الهامسترنج اعرف ان الاس ال مش موجود، طالما هي اوفر اكتف يبقى الاس ال في مشكله اكيد، لان طالما الهامسترنج اشتغلت، لان القصه كلها الاس ال مش جاست بس كومبوننت، مش جاست ان هو بيسترين التيبيا ترانسليشن والروتيتري انستابيليتي، ده الاس ال ليه بروبروسبتيف رول هو ده الاصل في الفانكشن بتاعته وعليه بكل الثبات او الاستابيليتي بتاعت الجين. احنا عايزين نجيب بروبوسيبشن خلاص، الريهابيتيشنز جول ذات ماست بي اتشيف تو انتر ذا نيكست ستيب، مش هخش المرحله الا لما احترم فيزيولوجي وفانكشن. هسكب بسرعه عشان الناس فصلت، انا واحد جلست فصلت قالت اول مرحله بالنسبه لي يهمني ايه؟ رينج اوف موشن زيرو اكستنشن 90 فليكشن. ما قلتش كوادريسبس سترينث، بقول ادكت كوادريسبس كونتراكشن، يعني كوادريسبس شغاله بالحد الادنى المطلوب عشان تعمل اسنتريك لودنج اثناء الجيت فيبدا العين كنترول، لكن الاكستنشن بتاع الني اللي هيعمله مين؟ الجلوتس او الهيب اكستنشن والسوليس ماسلز. اللي بعده كنترول انفلاميشنز اند افيوجن، اي موديلز عندنا كايس كومبريشن او الجيم ريدي او الكتريكال ستيميليشن هتكنترول البين. نيفر ايفر العين حامل اكتر من 50% من وزن جسمه. يعني مش فول ويت بيرنج عشان ما نوصلش الكلام اللي كان بيقوله الدكتور زاد. هنعمل الكتريكال ستيميليشن بهذا الشكل. لو انا عندي ارثروجينيك او عندي ماسيف افيوجن ومش عاوز ريسبوند، ده من الحاجات من ضمن المودلز الالكتريكال ستيميوليشن بتساعد، ولكن دي مش علاج، دي وسيله مساعده لتقليل الافيوجن، ولكن اللي هيمنع الافيوجن ان يتكون ان انا جاي لاست ديجري اكستنشن وان الكوادريسبس تبقى شغاله عشان تعمل بامبنج اكشن للافيوجن اللي موجود. ده الجيم ريلي وصل عندنا في قناه السويس الحمد لله. عشان اجي لاست ديجري اكستنشن موضوع بسيط جدا، مخده تحت رجله بهذا الشكل وحطه يتعب او ينام على بطنه على السرير زي كده ويسيب رجله بره السرير، بس في ملحوظه ما يخلوش يحط الويل زي ما انا حاطه كده، لا كل ما كان كلوز ذا نين عشان يستريتش الكبسول يقوم يفرد الركبه، لان لو اتحط على النين هنا بهذا الشكل
هيعمل مومنت ساعز على الكبد بتاعه هيبقى على الهيب. فلو انا عاوز افرد ركبه اخليه بلوس تو زانين عشان استريتش الكبسول بتاع النين وطلع رجله بره زياده. يعني بس في رينج اوف موشن بس او اكتف اسيست رينج اوف موشن بالرجل الثانيه. لو عمل اكتف مفيش مشكله. هي القصه كلها الابسوليت كونتر انديكيتد اكتف ريزيست اكستنشن. او لو بيعمل ستريت لجريز وان هي هاد نوت كومبليت كنترول اكستنشن دي هتعمل ترانسلاتي فورس وتاذي الاس ام. يعني ما خلاش يعني يعمل ستريت لجريز يطلع رجلك ونزلها ويعمل ثمانيات وسبعات وهو ما عندوش كومبليت كنترول اكستنشن. لان التيبيا لان كده فيها 10 درجات. ال 10 درجات دي كل القوه اللي طالعه من الكوادريسبس ترانسلاتي فورس فبتستريس على الكلاف بتاع الاس ام. يعمل ستريت لجريز فليكشن لما يبقى عنده كومبليت كنترول اكستنشن. النقطه الثانيه لو معاه نسك ريبير بلاش نعمل ادكشن ولا ادكشن بنعمل فيشن اكستنشن بس. ولو معاه ميديا كولاتر 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 ما بيشتغلش في السيد بلان بيشتغل فرونتال بس. فليكشن اكستنشن الادكشن لازم يكون ضامن هو بيعمل ادكشن كومبليت كنترول اكستنشن. النقطه الثانيه لما بيعمل اكستنشن ما بيعملش هايبر اكستنشن. المفروض الاكستنشن انا عايزه منين؟ انا عايز اكستنشن من 30 درجه فليكشن الى 10 درجات اكستنشن. هو انا في الجيت بعمل ايه؟ 30 فليكشن وارجع 10 درجات اكستنشن. فالمفروض ان انا لما اعمل انا كعلاج طبيعي اشتغل مع العضله اشتغل معاها زي ما هو مطلوب منها فانكشنال. لان القاعده احنا بنعمل نيورو ماسكولار ريهابيتيشنز مش بنعمل تمارين. فالتمارين المفروض برين دازنت نو اني ثينج اباوت موشن بات نو افري ثينج اباوت فانكشن. فانا لو اديت الاشاره للمخ مش بالشكل الوظيفي اللي هو عارفها والمفروض تشتغل بيه ايكوال ناثينج هيبقى بعمل حركات. فلما بعمل اكستنشن عشان اظبط الجلوس بجيبها ازاي؟ بجيبها من 30 فليكشن او من فليكشن الى 10 درجات اكستنشن. بشوفها برجله كده طلع هايبر اكستنشن اشتغل الريكتروس باين الباك ماسلز وليس الهيب اكستنسورز. الابدكشن الهيب ابدكشن انا عايزها عشان الجيت تريننج سنجل ليم سبورت فياخد الرجل. فابداها سوباين ثم ستاندنج والاصل فيها ايزومتريك لان الابدكت اثناء الجيت شغاله ايزومتريك عشان تمسك الهيب عشان ما يحصلش دروب من الكونترا لاترال. عشان كده بنعمل تندل بيرك تيست كاسسمنت للويكنس بتاع الهيب ابدكت. فده الاسسمنت بتاعها وكذلك هو التريتمنت بتاعها وده الفانكشن تريننج بتاعنا احنا معاها. بس لازم ابداها كلمات وبعدين احط الكلمات في جمله وبعدين اكتب بيها باراجراف كامل اللي هو الجيت في الاخر. دي المرحله الاولى. وباتيلا موبيلايزيشن ستريتشنج كاف الباتيلا سوبيريور انفيريور ميديولاترال وستريتشنج كاف عشان اقدر كومبليت كنترول اكستنشن والهامسترنج بهذا الشكل. بس اتيك كير وانا بعمل ستريتشنج هامسترنج لو جراف من الهامسترنج اكون جنتل قوي يبقى اكتف ستريتش مش بس ستريتش عشان يعني كنترول او يعني يعمل نفسه ما يعملوش انا بس. اما لو برونيا او كل سيف ستاند ما عنديش مشكله هيعمل رول سلايد. طب انا النهارده الايزومتريك الكلوز كينيماتيك هتزود الافيوجن لان هي بتعمل شيرنج فورس. ممكن اعمل كلوز كينيماتيك اجنست الوول يعني ازوق بالحيطه يبقى انا عملت كلوز كينيماتيك. يبقى انا كده قدرت او بغير الزاويه خليها 30 60 90 يبقى انا خدت الميزه بتاعت الكلوز كينيماتيك وجو اجنست الديس ادفانتج بتاعت الكلوز كينيماتيك. بعد كده ممكن اعمل وول سلايد اطلع وانزل على الحيطه كاكتف اسيستد ده هيمبروف الرينج كفليكشن وكاكستنشن. ممكن اعملها على كرسي بهذا الشكل الكاف ريز scientific base supporting immediate range of motion exercise دكتور اشرف after ACL is well established including patellar mobilization treatment limitation of the knee motion early post operative with over pressure. لو ما جاش بس ما اعملش بين احط ويت احط اي حاجه بحيث ان انا افرد عشان موبيلتي. immediate partial مش complete with bearing safe not harmful for ACL graft immediate ولكن مش complete with bearing partial with قادر مش موجوع ما حصلش في دي المؤشرات بتاعتك مع العين بتاع مصر. والله الناس كلها بتفهم مفيش مشكله. نو هاي كواليتي ايفيدنس سبورت بوست اوفر بريسنج ده كلام نويز مش كلام والايفيدنس بتاعته هيلبفول ان سيلكتد كيسز. عيان مش متعاون عيان ما بيفهمش عيان اوبيز عيان مصر يتحرك اكتف بزياده مش متعاون عيان معاه منسك كبير عيان معاه ميديا كولاترال عيان معاه بوست مالتر سيجابس انجري يبقى البريسنج ايه؟ اساسي. ولو العيان نفسه مش مدرك مش فاهم وانا عاوز افرمله عشان اضمن اكستنشن او هو الاكستنشن مش جاي معايا البريسنج هتساعدني فيه. خلصنا المرحله الاولى زيرو اكستنشن 90 فليكشن 50% ويت بيرنج. امتى اسيب العصايتين طالما انا ماشي بعصايتين طالما ما قدرتش اقف 50 50
يوم 50-50 زيرو اكستنشن 90 فليكشن، اسيب العصايه ناحيه الافكتيف وامشي بالكونترلاترال ادسنت الستيرز لحد 3 شهور عصايه افكتد او بالافكتد ثم ثانيه جنبها، لان انا ما بعملش اوبن كينيماتيك اكستنشن 30 زيرو قبل 3 شهور، فبالتالي ما عنديش دايناميك ستابلايزيشنز على الباتيلو فيمورال كفاستس ميديالس بتستانس بال 30 درجه 30 زيرو اكستنشن، فاخرها لحد ما عدت كام؟ 3 شهور كده السندنج ستير. لكن السند ستير زيه زي المشي من اول اسبوع لو قادر. المرحله الثانيه هيبقى بالنسبه لي دي بتبدا من الاسبوع الثالث لحد 8 اسابيع، ماكسمايز الايفرنج، ماكسمايز الايفرنج طالما انا جيم زيرو اكستنشن 90 فليكشن هبدا بروجريس الرينج اوف موشن بتاعي لحد لما اوصل 120 ده الاقصى بالنسبه لي لحد 8 اسابيع. طب العيان راح لوحده انا ما عنديش مشكله، لكن نيفر ايفر ان انا اعمل اوفر فليكشن، يعني ما اروحش انا باسف واحاول اجيب الكومبليت فليكشن رينج اوف موشن قبل 8 اسابيع اللي هو المرحله الثانيه. لكن لو العيان راح جاب كومبليت فليكشن رينج اوف موشن غير ما انا اعمل اي حاجه خلاص ذاتس اوكي، لكن باسف واجريسف لا، يبقى اوصل 125 عن الاسبوع الثاني. وبعد ما اوصل الاسبوع ده المرحله دي اهدافي فيها ايه؟ واحد زيرو 125 فليكشن ماسل كنترول، كنترول البيرو افيوجن فول ويت بيرنج. انا وزنت بقى النهارده بقيت 50-50 ابدا ابروجريس الويت بالميزان زي ما كنت رايح بالميزانين، احمل لحد لما اوصل فول ويت بيرنج بس بشرط يكون عندي كومبليت كنترول اكستنشن. ابدا في المرحله دي عشان اجيب كومبليت كنترول اكستنشن ابدا الجيت تريننج بتاعي فورورد، هو الفكره العيال بيمشي طالما عنده بين في الركبه بيمشي ما عندوش فليكشن، فلو حطيت له اوبستكلز او كونز قدام منه هيضطر انه يعمل فليكشن هيب فليكشن ني ودورس فليكشن في الاكل عشان رجله ما تعلقش في الكونز، وابدا انزل على الهيل سترايك واعلمه الباترن بتاعت الجيت فورورد. بعد كده لما يتقنها فورورد وبضمان ده، انا قلت حته ان الانرفيشن بتاع الاي سي ال جاي من التيبيا، يبقى الديفكت في الجوينت سينس والماسل سينس في الاي سي ال هو مع الهامسترنج، وعشان احد الاسباب ان الفيميل مور ذان ميل في الاي سي ال انجري ان هم كوادريسبس دوميننت، يعني لما تبص حياتك على اي بروفيشنال فيميل اثليت وهي بتلاندنج هتلاقيها بتلاند اكستنشن مش فليكشن، فالبريفنشن الانجري بتاعها ان انا اعلمها اللاندنج في فليكشن عشان اشغل هامسترنج بتاعتها والكوادريسبس بتاعتها تبقى شغاله اقوى، فعشان كده هو بلاند كلهم فيه اكستنشن، حتى لو تنس او سكواش او فولي او هاند بول بتلاند ان اكستنشن كوادريسبس دوميننت، ده سبب من ضمن الاسباب. فالكون الكورنر ستون او حاجه الزاويه الاساسيه اللي منع الكلام ده ان هي تلاند، تعلم اللاندنج صح وعلمها البوليمتريك تريننج ان هي تلاند ان فليكشن، بشرط يكون عندها ديناميك كنترول، كنترول ديناميك فالجم، ما تكونش بتروح في هيب ابداكتوز ويك وتروح في فالجم، لا يكون ده مظبوط معايا. هيعمل ويت بيرنج 500%. الهدف في المرحله دي ان انا ما اعملش ديسندنج ستير، ما اعملش اوبن كينيماتيك 0-30، ممكن اعمل كلوز كينيماتيك 0-30 اعوض بها الاوبن كينيماتيك اللي انا ما عملتوش بكلوز كينيماتيك كسكواتس وليج بريس. بعد كده 0-45 ديجري بعد لما يتحس يقدر يعمل 0-30 كويس وكنترول ازود 0-45. الكتريكال ستيموليشن مش مشكله انا استخدمها، سنج لمبس كل ده انواع الاكسرسايز، هبدا السترينسنج بتاعتي كلها بايه؟ بريزيستنس. الاوبن كينيماتيك بعد 6 اسابيع ممكن ابداها 0-90-60 وابقى ضامن ان هو ما بيعديش ال 60، لان لو عدى ال 60 هيبقى الترانسلاتري فورس اكتر من الروتاتري فورس وده هيستريس على الجرافت بتاع الاي سي ال. ابدا اوبن كينيماتيك فليكشن مفيش مشكله بايدي اعمل بها. لكن لو هو هامسترنج جرافت ما اعملش هامسترنج كيرل ما طلعوش على الجهاز، لان الجرافت بتاع الهامسترنج تعامل جرافتنج هافستنج نفسه يعامل معامل سترينج جريد 3، فعشان اعمل لودنج على الهامسترنج جرافت، الهامسترنج نفسها فايبر تندونز وهو متاخد منها الفايبر الوتر التندون بتاعها عمودي جرافت اس ال، ده مش صح. بعد 3 شهور يكون ضمان كيلينج صح وانا بعملها مانوال، لكن بالهامسترنج كير لا. طب لو واخد جرافت بون تيب بون مفيش مشكله ابداها من اول اسبوع الجهاز نفسه لو الجهاز العادي يقدر، او ابداها ريزيست مفيش مشكله خالص. طب برونيال تندون ودي احد مواد البرين تندر ما بضعفش الكوادريسبس وانا عاوز الكوادريسبس هي الهامسترنج، والهامسترنج هتوصلني اصلا وترجع العين اكتر، وكوكو تراكشن بين الهامسترنج والكوادريسبس هامسترنج ريشيو هي الاساس في الريتيرن تو سبورت، من احد الاسباب في الاساس للريتيرن تو سبورت. كور از ذا كور في هابيتيشنز، ودي كانت الصوره اللي عرضها الدكتور محمد في الاي سي ال بريفنشن، ان انا اكون ضامن لاندنج صح، كور تريننج صح، لو عندي كور صح يبقى عندي لاندنج بشكل معين صح،
عندي كنترول من الهيب فليكسور الهيب اكستنسور ابداكتور بوست لاترال هيب ماسلز اللي هي اكستنسور ابداكتور اكستنسور روتيتور صح، فاللاندنج هيكون مظبوط، فالفيمر هتبقى نازله صح وبالتبعيه التيبيا هتتبعها صح، فما مش هيبقى في فالجم او ستريس على الايه؟ على الاي سي ال كده. الجوينت بوزيشن سنس ان انا بعمل تريننج العين ينام على ظهره بطنه بنام مش شايف ويعمل فليكشن في الساوند وبعدين يعمل فليكشن في الاسيو ويغير له الزاويه ويبدا ترين. طبعا هو النهارده انا بدل ما اضيع بعملها الكلام ده الاول على السرير ثم بعد ذلك ببداها مرحله ثانيه ان العين بيمشي على الكون زي كده، يبقى انا ظبطت له الجيت هو رايح. طب هو راجع بظهره هو شايف حافظ الزاويه، يبقى عملت له جوينت سنس بروبوزيتيف تريننج للفليكسوس اوف ذا ني في الكونز. يبدا يعمل سنجل ليم سبورت، يبدا سكوات. كنت ببص الاقي العيان لما يعمل سكوات القويه اللي تضعف والسليمه الافكت لان العيان عنده بين، فيبقى شايف الويت فين على الساوند وينزل والثانيه مش فيها ويت، فهم حاطين له الميزانين زي كده وبدا ينزل بالطريقه دي سكوات قدام منه مرايه، خلاص بقت الموضوع مظبوط. السايكلينج مفيش اي مشكله خالص، احسن تمرين كروس كليماتيك لاي عيان السايكلينج العجله بشرط السيت بتاعها تبقى مظبوط عشان ما تعملش ستريس على طول في المره، يعني يبقى فاهم هو بيحط السيت ازاي ويأسس بتقول له فيمورال صح وبعدين يظبط السيت كده. يبدا يعمل سترينسنج السي دي ستاندنج فليكشن ادكشن اكستنشن. بعد كده يبدا كلوز كينيماتيك كبروبوزيتيف تريننج على البالانس بورد انترميديال قدر يعملها اوبن ايز بايلاترال قدر كلوز ايز بايلاترال قدر انترو بوستيريور اوبن ايز يونيلاترال قدر كلوز ايز قدر بقى كويس حطها ميديو لاترال لان الاس ال. طب قدر بقى وبقى احسن احطها اوبليك لان هعملها انتروبوستيريوم وعلى احطها بالعرض جبت الميديو لاترال. طب الاس ال القصه بتاعته في البيفلنج دي ابداها بعد الشهر الثالث عشان اضمن روتات الاستابيليتي. الدكتور اشرف قال ان احنا بعض العيانين بروبوسيبتيف هو جنرال بادي فايبريشن من ضمن حاجات تتحسن، كلوز كينيماتيك من ضمن حاجات تتحسن، يبقى انا اشتغلت على كل البروبوسيبتيف ريسبتورز ككومبريشن وتنشن وفايبريشن. خلصت المرحله الثانيه اللي هي 8 اسابيع، اخش على المرحله الثالثه بدايه الشهر الثالث، ودي اخطر مرحله لان الركبه بقت كول لعين طبيعي جدا وزي الفل، لا عنده افيوجن ولا عنده بين، لو بدا الرهاب بتاعه كويس وعمل خلال اسبوعين او ثلاثه اللي هو بيشتغل كويس مع حد كويس يبقى تقريبا اكنه ما عملش عمليه. والجرافت 57% من القوه بتاعته. المرحله دي احنا بنقول للعين احنا انت هنا بجمدك بعمله فريزنج بقف قدامه عشان ما يتحركش ما يعملش اي حاجه عنيفه. عاوز يجري مفيش، عاوز يعمل سيت مفيش، اللي وصلنا له هنحافظ عليه. وممكن كمان لو انا بعمل ريجولار سيشنز وفيزيكال ثيرابي ثلاث مرات في الاسبوع لا اخليه مرتين، لو بيعمل اثنين اخليهم واحده. بفريز وابدا ابروجريس تاني في نص المرحله دي اللي هي الشهر الثالث. يكون حصل ليجامنتيزيشن والانجيونيجينيسيس والليجامنتيزيشن بدات والجراف بدا يجين تاني الاسترنس بتاعه حوالي 80-90% من الاسترنس المفروض يكون عليه. ساعتها هكنترول بكنترول موبيليتي هظبط الافرت والافرت اللي جايين لبعض. الجول بتاعتي استرنسنج بقى عن طريق لاينز اكسرسايز كلها كلوز كينيماتيك وفانكشنال تريننج. ابدا الهامسترنج انا كده عديت 3 شهور في المرحله الثانيه ممكن لو ما عنديش الجهاز الهامسترنج كير ابداها على البول بهذا الشكل اسنتريك. ويكنس ويز باتيلو فيمورال بين سبجكت، يعني العيان كل العيانين هيبقى عندهم باتيلو فيمورال بين مع الاس ال هيبقى الاصل فيه الويكنس بتاعه هيبقى ابداكتور اكسنتريتورز والتايتنس بتاع الريكتس فيمورس واليوتيبيال باند، وخصوصا العيان هيتعمل له اليوتيبيال باند كينوديزيس او اي ال ال ليجامنتس دول بيبقوا عرضه للباتيلو فيمورال بين عشان اللاترال تراكلم تايتنس، فاحنا لازم ناخد بالنا وانا عارف ان العيان عامل اليوتيبيال باند كينوديزيس ان انا بركز ان انا ازود الفلكسبيليتي بتاعه الاليوتيبيال باند والتنسور فاشيا داتا واللاترال باتيلا الميديال باتيلا جلايد اوف ذا باتيلو فيمورال عشان ما يدخلوش مني ما يدخلش مني فين في باتيلو فيمورال بين. ببدا السند ستير بهذا الشكل وكنترول ببدا اقلب بقى البروبسيبت فانا كنت بوقفه على الهاف بول او اقف على البول واغير الجوينت رياكشن فورس على حاجه سوفت. ادخل المرحله الرابعه. المرحلة الرابعة بالنسبة لي تبقى من الشهر الرابع لحد ست شهور ودي كلها فانكشن تريننج بيور ملعب جاري تشينج دايركشن بوليمتريك تريننج.
كلها اكسرسايز جيم بيور صرف يعني. هيقف على البول يبدا ينط ينزل السند ستير يجي على اللادر ويتشيل دايركشن فيجر اوف 8 عشان الهوب تيست، يبدا ينط من على السلمه او ينط من على السلمه من الجنب او من قدام لورا بهذا الشكل بالجنب، او عامل له خطا وينط بالجنب او ينط من فوق عشان كده كبوليمتريك التريننج، فيعمل كو كونتراكشن بتقول الهامسترنج والكوادريسبس عشان اضمن كنترول وبروبوسيتف. بريفنشن اوف اي سي ال ممكن؟ اه. بان انا اظبط مين؟ الكور واظبط البوستر لاترال كنترول اوف ذا هيب واظبط الانكل موبيليتي اند بروبوسيتف. الانكل موبيليتي اند بروبوسيتف. اتمنى اكون قدرت اوصل حاجه. شكرا شكرا شكرا.